السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه يا جماعة لما بنيجي نصب الخرسانة العادية الاستشاري بيفضل ان احنا نفرش مشمع قبل صب الخرسانة العادية؟ هذا بس هنحاول الإجابة عنه. الحقيقة ان المشمع ليه أهمية كبيرة جدا يا جماعة معانا قبل صب الخرسانة العادية. رقم واحد يا جماعة، اي مواد ضارة في التربة زي الكبريتات والأملاح، المشمع بمثابة عازل ما بين التربة بالمواد الضارة اللي ممكن تبقى موجودة فيها والخرسانة، فبالتالي هضمن ان مقاومة الخرسانة بتاعتي تبقى مقاومة جيدة. الحاجة التانية كمان ان المشمع هيمنع التربة منها تمتص مياه الخلطة الخرسانية. اما صب الخرسانة العادية بتاعتي يا جماعة، هبص الاقي ان التربة لسه قابلة لامتصاص المياه، عندها قدرة لامتصاص المياه. المياه اللي في الخلطة الخرسانية التربة هتبدأ تمتصها، فبالتالي المياه اللي أنا محتاجها لإجراء تفاعلات الإماهة اللي هي مهمة جدا في عمر الخرسانة الأول أو في أول 28 يوم من عمر الخرسانة، هفقد المياه الخاصة بتفاعلات الإماهة، فبالتالي مقاومة الخرسانة هتبقى ضعيفة لو فقدت المياه دي عن طريق امتصاص التربة ليه. فالمشمع هيكون عازل قوي جدا وكويس جدا معانا بحيث أنه يمنع التربة من امتصاص هذه المياه. الحاجة الثالثة يا جماعة، أن أثناء صب الخرسانة ممكن قوة ضغط البمب، ممكن قوة ضغط الخرسانة تبدأ تعمل تآكل في التربة أثناء الصب، فبالتالي الخرسانة بتاعتي هيبقى فيها جزء من التربة دي نتيجة أن الاثنين اتخلطوا مع بعض أثناء عملية الصب. خرسانة فيها جزء من التربة، إذن هي خرسانة ضعيفة. أما في وجود المشمع هيكون عازل، حتى لو كان قوة ضغط الخرسانة أثناء الصب عالية، المشمع هيمنع التربة أنها تختلط بالخرسانة، فبالتالي هبقى أنا حصلت على مقاومة عالية لهذه الخرسانة. رابع حاجة والحاجة الأخيرة يا جماعة، إن أنا ممكن يبقى فيه أي رطوبة في الأرض، ممكن يبقى فيه أي رطوبة في الأرض. الرطوبة دي ممكن تبقى مية أو مياه جوفية، ممكن تبقى مياه فيها نسبة من الأملاح. لما أفرش المشمع هيبقى عازل ما بين الخرسانة وبين التربة اللي بتحتوي على نسبة من الرطوبة اللي ممكن تبقى غنية بالأملاح، ممكن تبقى غنية بالمواد الضارة زي الكبريتات. فبالتالي كمان كأني عزلت الخرسانة ضد الرطوبة أو ضد المياه لما فرشت المشمع أسفل الخرسانة أو قبل صب خرسانة. نهاية الفيديو، أتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.